من ناحية أخرى، صدر مؤخراً عرض دعائي جديد لعمل شبكة أمازون القادم وبقوة، والمبني على سلسلة روايات تحمل عنوان The Wheel of Time أو عجلة الزمن. هذه الروايات تأتي بتأليف روبرت جوردن، وتعتبر من أكثر الكتب الروائية مبيعاً في تصنيفها. The wheel of time turns, and ages come and pass. العمل يتحدث عن مجموعة من النساء القادرات على توجيه واستخدام السحر القوي للمساهمة في تغيير مسارات الأحداث العالمية للعالم. الشخصية الرئيسية في هذه المجموعة تلتقي بشاب من قرية صغيرة جدا، وهذا الشاب يظهر لاحقا بأن عملة نادرة. هذا الرجل هو الرجل الوحيد القادر على استخدام السحر في الوقت الحالي أو في الزمن الحالي. Power inside you. All over the world there are different names for it. But it's one thing. One power. بالتالي يسافر هذا الرجل أو هذا الشاب معهم لمحاولة إنقاذ البشرية من خطر قادم. هذا العمل ضخم جدا جدا بالمناسبة، ومن المقرر أن لا يكون فقط مسلسل، بل سيكون هناك سلسلة أفلام ثلاثية كذلك حسب الأخبار الماضية. هذه السلسلة ستكون مكملة للقصة وليست نسخة للأحداث الخاصة بالمسلسل، وبالتالي يظهر بأن هذا العمل سيكون تكاملي ما بين المسلسل وكذلك الفيلم. The dark one is coming for your friends. The last battle is coming. أما فيما يخص المسلسل فتقرر أن يصدر على منصة أمازون برايم في تاريخ 18 نوفمبر. أما عن الأفلام فلم يتم الإعلان عنها رسميا بعد. Whatever happens now, there's no turning back.